السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم بلوج جديد وفيديو جديد. طولت عليكم الغيبه شويه على كل الظروف. واشكم مبروكه كي دازيتكم، نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه وعافيه يا رب. فيديو المنتظر هو فيديو الافتتاح ديال مقهى اوميغا كافي، اوميغا سبيس كافي. هذه السميه بروفيسيونيل ديالها، هذا المقهى ديال الاخ تاعي. ان شاء الله غندير معكم جوله اليوم، وهذا هو الفيديو تاع الافتتاح. غنحطو لكم في اخر فيديو، غتلقاو النشاط والمهم في بدايه لا فيديو ندير معكم تفاصيل كجوله. المهم هنايا هاد البلاصه كتشوفوا باقا خاويه، هذه راه سال دو جو. هنايا كانوا مازال ما جابوا لي جو، مي دابا راهم كاينين. صراحه من يعني بلا ما نشكركم حيت هي تاع خويا، ولكن هاد المشروع ديال خويا، ولكن راه باش نقول لكم شي حاجه طوب 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 طوب. واحد المقهى راقي وفخم، سيرفيس ديالو شي حاجه جينيال، دو غام دو ليكس، يعني لي برودوي كلشي. يعني كنصحكم تزوروا هذا المقهى وتجربوه، وتخليوا لي الاراء تاعكم في التعليق. دخلوا كذلك جوجل مابس، تخليوا الاراء تاعكم لي زافي هكا مهمه. بالنسبه هذا هو الطواليت، دخلنا عليه درنا واحد الاطالات، يعني داكشي عصري وزوين ما شاء الله، داكشي متقون، سواء الهندسه الديكور كلشي واعر. عندها ثلاثه ديال لي في، يعني ثلاثه تاع الواجهات. كاين هذه اللي كطلع على الخندق، راه جات هي مباشره على الخندق. نخلي لكم لادريس في كومونتير ايبانغلي. بالنسبه لهاد البلاصه اللي بغا يرتاح يتسنط الراسو، كاينه هاد الواجهه هادي حتى هي اللي بغا يرتاح. الواجهه الثالثه هي على الشارع. خليكم حبايبي، ما تنساوش لايك الفيديو، شاركوا بقناه وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، باش هكا تزوروا هاد السباس وترتاحوا وتكتشفوا لي سيرفيس اللي عنده. وكذلك يعني شي حاجه راقيه، اللي بغى الهدوء، اللي بغى الكالم، اللي بغى شي حاجه فخمه يمشي لهاد الكافيه. هذا صراحه رائع 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 بمعنى الكلمه. نخليكم مع نشاط احتشاط هاد لا فيديو.